سلام وامان ورحمه عليك ايا كان مكانك في هذه الارض. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. قبل ما ابدا فقرتي النهارده عندي فقرتين، فقره المطبخ وفقره هنتكلم عن العلاقات الخطره. قبل ما اتكلم عايزه اقول لكم ان برنامج امراه من كوكب اخر ده برنامج انا بتكلم من قلبي فيه، بتكلم تلقائيه وبشفافيه وبعفويه قوي. ايا كان ممكن اتعصب، ممكن اغلط، بس مش هقصد اغلط ولا اقصد اتعصب على حد. تاني حاجه الناس قالوا لي انت يعني بتعملي كمان مطبخ وبتعملي الشيف، قايمه بدور الشيف، انت مدربه تنميه بشريه وذاتيه. عايزه افهمكم ان البرنامج بيمس كل اسره مصريه. انا دلوقتي قاعده في الانتريه بتاع داليا، بعد كده هدخل على مطبخ داليا، بحاور ناس بيجي لي ضيوف احاورهم. احنا قاعدين على المصطبه بمعنى اصح، بحب الحته اللي هي احس ان الناس قاعده معايا، عايزه مداخلات الناس، عايزين يسالوني يكلموني، بحب الحته دي. بحب البساطه جدا في كل تعاملاتي، ما بحبش التكليف، اقعدي بطريقه معينه، حطي ميك اب معين، ما عنديش الحته دي خالص، كله ببساطه، فكل كلامي بعفويه وببساطه. ازيك يا بنوره؟ صباح الخير. عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ عامله ايه النهارده؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل، اللي هو منعنشه ومورده وكل حاجه عندي. انا حاسه ان انت سبتي فانوس وشك نور. يا لهوي فقت خالص، فقت خالص يا دودو، ما اقولكيش. لا انا حاسه بيكي والله يا حبيبتي. ده انا حاسه كده ان انا داخله على مشروع. مشروع ايه؟ هنتكلم دلوقتي عن علاقات الخطر. اصبري اسمعي، هحكي لك كل حاجه بيني وبينك كده، مش على الهوا. لا على الهوا عادي حبيبتي. بصي البرنامج ده طبيعتك، قولي كل حاجه بطبيعتك، ما عنديش تكليف. اصل انا بحضر لمفاجاه، ده انا احتمال اعمل الفوازير السنه دي. والله هو يعني نيلي احسن مني في ايه ولا شيرين احسن مني في ايه يا دودو؟ طب اسمعي بقى حاجه مهمه قوي. اسمعي كده، هنتكلم عن موضوع علاقات خطر. في سؤال للحلقه على الشاشه، ازاي تعيش الحياه الزوجيه بسعاده؟ يا ريت تتواصلوا معايا وتجاوبوا في السؤال ده اللي عايز يحل السؤال. طيب يعني ايه علاقات خطر؟ ايه هي العلاقات الخطر؟ هنتكلم النهارده عن علاقه منتشره جدا جدا، العلاقه مع الشخص النرجسي والعلاقه مع الشخص السيكوباتي. في كتاب رائع جدا للدكتور محمد طه، من الكتب اللي بحبها قوي، بيقول لك العلاقات الخطره دي عباره عن ايه؟ ان البنت او الولد بيعملوا علاقه حب او علاقه عاطفيه عموما بينهم وبين بعض مع شخص مثلا سيكوباتي او نرجسي، وهي ما تعرفش اساسا ان الشخص ده سيكوباتي او نرجسي. يعني ايه شخص سيكوباتي؟ الشخص ده بمعنى اصح راجل طيب جدا، وتحس اول ما تشوفه تحس ان هو ملاك على الارض، بيعمل لك كل اللي نفسك فيه، شهم قوي، متدين. فعمرك اي انسان يشوف شخص سيكوباتي يعرف انه ليه كاريزما خاصه كده ويحبه من اول نظره. الشخص ده مريض نفسي، بيحب يصطاد الفريسه بتاعته بطريقته باسلوبه. ازاي؟ يدنه وراء الضحية لحد ما يوقعها أو تتعلق بيه في الحب. أول ما يحس إنها اتعلقت بحبه يبدأ شيطان تاني، شيطان على الأرض بمعنى الكلمة، يبقى إنسان تاني، بيتغير تماما، بيبقى حاجة تانية. في ناس كتير عايشين حياة مع شخص سيكوباتي أو نرجسي، دي علاقة خطر. حتى لو أنت متجوز، الشخص ده مريض ما بيتعالجش، يعني هو عشان يتعالج عايز مش أدوية بس، لأ ده هو عايز حاجة كده تحصل له من عند ربنا عشان يفوق. ليه الشخص السيكوباتي بيعمل كده؟ بيحس بمتعة، بيحس بطاقة عالية قوي لما يلاقي الناس بتحبه. أول ما يلاقي الناس بتحبه وتشكر فيه وتقول أنت أنت أنت، بيستمد طاقته منهم. لكن هو من جواه منافق، كذاب، بيكره نفسه، بيكره الناس، مغرور جدا جدا جدا. فهو بمعنى اصح الشيطان على الارض. الناس اللي عايشين مع الشخص السيكوباتي او الشخص النرجسي دول حياتهم بتتدمر نفسيا. الست اصلا اللي بتكون متجوزه شخص سيكوباتي ممكن بعد كده تتعالج في مصحه نفسيه او تروح مستشفى تتعالج، لانها ممكن تتجنن من العلاقه دي. دي علاقه خطر. وانا بتكلم كمان عن الناس اللي لسه على البر، اللي هم مخطوبين او لسه في علاقات في الاول قبل ما تخش ايه لمرحله الزواج وتجيب اطفال او اولاد. العلاقه دي لازم تتساب فورا. طب ايه العلاقات الخطر تاني؟ ودي منتشرة بطريقة غير طبيعية. العلاقة مع المرأة غير المتاحة. يعني ايه المرأة غير المتاحة؟ انا يعني احنا في مجتمع المفروض بنسميه مسلم، ملاقي الرجالة يكلموا ستات وهم ستات متجوزين ويعملوا معهم علاقات، دي مصيبة، دي كارثة. ويقول لك علاقة حب وانا بحب، وما ينفعش.
ما ينفعش انت ست متجوزه، وستات برضو بيعملوا كده على فكره، مش رجاله بس، مش هظلم اذا رجاله بس، في ستات بتحاول تكلم رجاله متجوزه برضو يعملوا معاهم علاقات، ده غلط جدا. يا استاذه داليا، يا استاذه داليا، مش كل العلاقات، ما في ناس برضو، في ستات الرجاله بتاعتهم مهملاهم ومش معبراهم ومبهدلاهم. ماشي ماشي ماشي، عايزه خدامه في البيت وبس. ما انا هقول لك، انا عارفه ان فانوس مدمر، والواحد اول ما بيسمع كلمه حلوه من حد بيحس بانوثته. يعني ماشي يا اختي ماشي، غصب عننا يعني. يعني الواحد هيخبي جماله ولا ايه لما يلاقي اللي في البيت مش معبره؟ ادي حاله هي يا جماعه، فانوس ما بيقولش لمراته كلام حلو، فانوس ما بيعبرش مراته ولا بيطبطب عليها ولا بيرحمها، واطبخي واعملي وتنيلي وكل حاجه، فانوس فانوس، ده غلط. النبي اعمل تيك توك قريب، ده هي بنوره انحرفت، ووري فانوس رمضان ده، بنوره باظت، راحت تحب واحد تاني غير جوزها، وعزومات رمضان ومواد رمضان والعيد، بعد العيد بيتفت الكحك. اسمعي خلاص. اسمعي يا بنوره، خلاص يا دودو، بنوره خلاص باظت، انا شايله وغطاء وهنفجر من اللي انا بحاول انا بحاول اصلحهم دلوقتي. بس انا بقول لكم على حاجه يا جماعه، ده عايز المشاهدين كمان يسمعوني. ماشي، انا عارفه ان انت على اخر، يسمعوني ويحسوا بيا. بصي اصبري بقى، عشان احنا شويه كده هنطلع المطبخ وهنطبخ وهعمل لك اكله جميله النهارده هتعجبك قوي. المهم، العلاقه مع المراه غير المتاحه دي، الراجل بيكون عايز يعمل علاقه عشق وحب مع واحده متجوزه. ليه متجوزه بالاخص؟ في رجاله على فكره بتحب تعمل علاقه مع واحده متجوزه بالذات. ليه؟ لانه مش هيصرف بقى ولا تكاليف ولا مصاريف ولا هاخد منها الحب وخلاص. وبرده ستات برده كده برده عندها فراغ عاطفي، جوزها مهمل معاها، فهي بتعمل علاقه حب مع واحد تاني، ده غلط جدا، ده بدايه الزنا. المشكله في حاجه، ان الراجل بيدي لنفسه الحق ان هو يعمل اللي يعمله، دي الست هي اللي بتجري ورايا، هي اللي عايزاني، هي وانت سيادتك الراجل، اللي هو انا راجل اعمل اللي انا عايزه عادي مش مشكله، لكن ست ازاي ست تعمل كده؟ على فكره القران ما فرقش بين الذكر والانثى في حاجه خالص، القران قال الزاني والزانيه 100 جلده لكل واحد منهم، ما قالش الزانيه هتاخد 1000 جلده والزاني هياخد له 100 جلده، مفيش الكلام ده، ربنا ما بيفرقش بين الذكر والانثى، لكن احنا ثقافات مجتمع وثقافات غلط اساسا مش من الدين. مجرد ان الست اساسا تتعلق براجل غير جوزها، حتى لو مش عملت زنا معاه او اي حاجه فاحشه، ده غلط اساسا، ده حرام. انت بدات تفكري في واحد تاني غير جوزك، دي مصيبه. هتقولي لي جوزي ما بيهتمش بيا، جوزي ما بيعبرنيش، جوزي جوزي جوزي، ماشي اوكي، فين ربنا من ده كله يا حبيبتي؟ انت بتاخدي طاقتك منين؟ من جوزك ولا من الله؟ من ربنا؟ تستمدي منين؟ ربنا رقم واحد في حياتك سواء الرجل او الانثى، مش بتكلم بس على وكمان الرجل اللي بيتلاعب بمشاعر الست او يضحك عليها تحت الكلام المعصور ده، مش بسميه اصلا رجل، ده اسمه ذكر مش رجل، لان الرجل دي صفه، صفه الشهامه، صفه الرجوله، صفه النخوه، هو ده الرجل، غير كده مفيش حاجه اسمها رجل، ده ذكر دي انثى، الاثنين اخطاوا، الاثنين هياخدوا عقابهم من ربنا، الاثنين زي بعض. بالنسبه للعلاقات غير، انا بتكلم دلوقتي على المراه غير متاحه، الراجل بيعمل علاقه مع امراه غير متاحه اللي هي متجوزه عشان وايه، ياخد منها العشق. الست دي بقى بتحس بذنب رهيب جدا لما تيجي تعمل علاقه غير شرعيه مع واحد غير جوزها، بتحس بذنب غير طبيعي، وبتحاول بقى تفلت وتبعد من العلاقه دي. اول ما بتبعد او تحاول تبعد عنه، ممكن يشهر بيها، ممكن يفضحها، ممكن، طب انت هتفضحها وتشهر بيها وحضرتك يعني يعني ايه؟ انت ايه؟ انت ملاك يعني؟ انت عادي تعمل اللي انت عايزه وتفضح دي وتشهر بيها؟ طب ما انتوا الاثنين زي الزفت، انتوا الاثنين اصلا غلط. يعني انتوا الاثنين عند ربنا طين وقطران، يعني استغفر الله العظيم، يعني انتوا الاثنين غلط. فما ينفعش العلاقات دي غلط اساسا، ما ينفعش نستمر فيها. انا عندي العلاقات العاطفيه اساسا لازم تنتهي بالزواج، لان الحب ده لما تيجي تحب اي شخص عموما، في جسمك بيتغير، في هرمونات بتتفرز في الجسم، هرمون الدوبامين ده بيعلى جدا في الدماغ، اول ما الهرمون ده يتفرز بيبدا بعد كده الجسم يتعلق بشخص معين وتحبه، اول ما تحبه تدخل في الزواج على طول، لازم زواج. الهرمونات دي ما بتتفرز. يا استاذه داليا، ساعات برضو نهايه العلاقات بتبقى افضل من الاستمراريه، والواحد مش مرتاح، يعني لما الواحد يخلع واحد، يعني انا لما اخلع فانوس دلوقتي واستريح منه من همه من قرفه بعد رمضان، كلامك انا صح. دلوقتي من حقي ان انا اعيش مبسوطه، الاقي حد يقول لي كلمه حلوه، يجيب لي شوكولاتايه. ماشي يا حبيبتي، بصي يجيب لي كمامه حتى بالالوان، تطلقي تطلقي اتطلقي من فانوس، اتطلقي من فانوس، ربنا ذكر الطلاق في القران، دي سوره اسمها سوره الطلاق، لكن ما تعمليش انت حره تخلعي تطلقي، لكن ما تعمليش الحرام، ما تعمليش الغلط. لا مش هعمل حرام، انا هتجوز، انا هتجوز خلاص يا حبيبتي، اتجوزي. انا جايلي ارسال كتير قوي مخبيه عليكي،
قولي انا كل المشاهدين بيتصلوا بيا طول النهار. اما انت من ساعه ما اتطلقتي، من ساعه قصدي ما رفعتي قضيه الطلاق دي، والعرسان عمالين يجروا عليكي. الا ابو شعر ابيض وابو شعر اصفر وابو شعر اسود وابو عيون زرقاء وابو عيون بني وابو عيون عسليه. ما انت جميله قوي يا بنور. مش عارفه اعمل ايه. معلش انا هعمل الفوازير السنه دي واريح نفسي. تعملي زي نيلي وشيرهان. انا عارفه هدور لي على فطوطه ولا هدور لي على بقلص ولا اي حد واعمل فوازير السنه دي. طيب اسمعي بقى، القصه دي كانت قصه في القران. قولي. في القران الكريم. السيده زليخه. زليخه دي كانت امراه، وربنا على فكره عشان تكونوا فاهمين، القران مش كتاب تاريخ، مش بيجيب القصص كده. القران كل قصه في القران لازم نستفيد منها، لازم هي في حياتنا دلوقتي، هي في حياتنا الطبيعيه. زليخة كانت امرأة وكانت متزوجة، متجوزة العزيز. زليخة دي حبت شخص تاني غير جوزها، وعايزة تعمل معاه حاجة حرام، عايزة تبدأ تعمل معاه الزنا. الشخص ده كان سيدنا يوسف. من كتر حبها في يوسف خلاص بقى عايزة تتجوزه، عايزة تعمل زنا، مش في دماغها بقى أي حاجة، هي أهم حاجة يوسف عندها. يوسف مؤمن بربنا وعارف ربنا قوي قوي قوي. فطبعا يوسف محاولة تراوده عن نفسها. يوسف طبعا مش عارف يعمل ايه، كان ممكن الشيطان يسيطر عليه في اللحظة دي، لكن ده نبي وعارف ربنا ومؤمن. ايا كان ده مؤمن، حتى الانبياء برضو في شياطين، ربنا بيقول وجعلنا لكل نبي شيطان قرينا به. يعني الشيطان موجود مع كل البشر على فكرة، يعني مع المؤمن بس انت تقدر تسيطر على هذا الشيطان. زليخة هانم دي مش سيطرت على شهوتها بالنسبة ليوسف، ما قدرتش تسيطر على الشهوة، لأن يوسف ده كان جميل قوي. طب يوسف، أنا جيت أفكر في القصة دي، ما جيت أفكر وأقعد، طب يوسف ده كان جميل قوي، كان ممكن يلبس نقاب أو يلبس شارب أو يداري جماله. لأ، أمال إيه الأصل في الموضوع؟ الأصل هو غض البصر، غض البصر. أما تبص الست، أي واحدة ست ماشية لابسة مثلا أي لبس، أيا كان هذا اللبس، مش تبص لها نظرة شهوانية، لان ربنا هيحاسبك انت ايها الرجل، ربنا هيحاسبك، وايها الست برضو، بكلم المراه برضو، هتحاسبي. ما تبصي للراجل، المراه اللي هي زليخه دي بصت للرجل بصه شهوانيه، بصت ليوسف بصه شهوانيه. يوسف عمل ايه؟ يوسف مؤمن وعارف ربنا، هرب. يوسف هرب، هرب ودعا ربنا انه يتسجن على انه كان جميل قوي قوي قوي. فكل الستات بصوا ليوسف بصه. سيدنا يوسف، سيدنا يوسف عشان كان جميل قوي بص لكل الستات، كلها بصت له نظره شهوانيه، ما غضوش البصر بتاعهم. ده الستات، ربنا ذكر امراه في القران، يعني المراه ممكن تبص للرجل نظره شهوانيه. السيد اكتر، الرجل بيبص للست نظره شهوانيه ويقول لها انت لابسه وانت، ويعلق شماعته على الست. يعني الرجل يبص ويعلق، هي السبب، هي اللي لابسه لبس مش كويس، هي لابسه لبس ضيق، هي لا حضرتك السبب، يوم القيامة هتحاسب لوحدك، أنت تغض بصرك. الأصل قلت لكم غض البصر، يعني إيه غض البصر؟ مش هقول غض النظر، أنا قبل كده اتكلمت على موضوع البصر والنظر، في فرق بين النظر والبصر. غض البصر يعني أنا أبص للراجل، الراجل ببص كأخويا، كمثلا واحد زميلي في الشغل، مش ببص له نظرة شهوانية. الراجل نفس النظام، يبص للمرأة كأنها أخته أو أمه أو كده، مش يبص لها نظرة شهوانية، هو ده غض البصر، هو ده اختبارك في الدنيا، هو ده اختبارك في الدنيا. ربنا يحاسب كل إنسان على كده. في علاقات بقى كمان من ضمن العلاقات الخطره بقى، العلاقه المصيبه بقى المنتشره برضو، غير العلاقات مع الازواج والخيانات الزوجيه الشغاله، لان مفيش سعاده زوجيه عشان بعيد عن ربنا، الناس بعيد عن ربنا فالخيانات شغاله. في علاقه برضو من ضمن العلاقات، العلاقه على الانترنت، ما بيشوفوش بعض اساسا ولا يعرفوا بعض، حب على الانترنت بس، واستنزاف في المشاعر، ده انهم يحبوا بعض ويستنزفوا مشاعر بعض من غير ما يشوفوا بعض، دي برضو من علاقات الخطر، ده اسمه جنان، انا بسميه جنان. انا بنصح كل الشباب وكل البنات الصغيرين اللي لسه بيضحك عليهم ويتلاعب بمشاعرهم، خلوا بالكم قوي، سيطروا على مشاعركم، مش تحبوا اي حد، مش اي حد يتحب. لازم تحب الانسان المحترم المتدين اللي هو عارف ربنا، اللي اهله وعارف وتكون عارف اهله كمان، ده مين؟ مش اي حد يتحب، فلازم تسيطر على مشاعرك. هيا بنورة كملي. اكمل ايه وانت مدياني فرصه اتكلم وانحكي مشاعري واحاسيسي وكل اللي جوايا؟ كملي. انا جايه افرج كل اللي جوايا النهارده. كملي يا حبيبتي. انا عايزه اقدم فديه، يعني يرضيكي، كنت في رمضان اغزل له رجليه واجيب له الكمامات وانزل اجيبها له واجيب له الكحول واجيب له الكلور واعقمه وانضفه واعمل له، احنا قلنا ابو رجليه مقشفه، اللي انا كنت قاعده خدامه طول النهار وطول الليل معاه، دلوقتي لقيت خلص والبكسوات خلص والعزومات وكل حاجه خلصت، دلوقتي بقى مبقاش طايقني. انت قلتي لي طول النهار، لا انت قلتي لي ان هو بيعاكس الستات برضو، صح؟ قاعد يخش على النت طول النهار
ولا بيقول لي كلمة حلوة ولا يجيب لي بسبوسة ولا يقول لي نكتة حلوة ولا نقعد نتفرج في البلكونة، يعني حتى الأفلام ما بقاش نتفرج عليها سوا. يرضيكي كده؟ لا لا مش يرضيني طبعا. وبص الاقي واحد يبعت لي مسج، وبص الاقي واحد يبعت لي اد ويقول لي انت منوره يا بنبونتي ويا بنوره، واسمع الكلام الحلو من ما تركزيش في الكلام ده. ما تركزيش في الكلام الحلو ده يا حبيبتي، ركزي مع ربنا، ربنا يكرمك. اما احس لا اما اسمع كلمه حلوه واحس ان انا بني ادمه، بني ادمه. انت عندك بصي مشكله بنوره انها عندها فراغ عاطفي. مش فراغ، فراغ عاطفي. انا بني ادمه زي كل الناس. اصبري بس، عايز اسمع كلمه حلوه. اصبري، مش تاخدي الكلام الحلو من المخلوق، خدي العاطفه. لازم يبقى عندك قوه عظمى. يعني لما اقعد طول النهار، اسمعيني اسمعيني اسمعيني، لما اقعد طول النهار في المطبخ عشان اطبخ واغسل مواعين واعقب العيال والكلور والصابون وكل ده، واخر اليوم لما يجي من الشغل ما يقوليش كلمه حلوه. لا غلطان فانوس، غلطان. بصي يعني انا انت عارفه يعني ايه اقعد 8 9 ساعات في المطبخ؟ هقول لك 9 ساعات كتير. انت بتعملي ايه بالظبط يعني في المطبخ؟ انا بقى بعمل له الفطار واعمل للولاد الغدا، ولما يجي يلاقي العشاء كله 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 فوق دماغي، وعايزني في الاخر يلاقيني ننسى عجرم. طب بصي يا حبيبتي ركزي معايا بقى. بصي انا قلت قبل كده كتير بالنسبه للحياه الزوجيه، الحياه الزوجيه لا تطبقوا الايه القرانيه المشهوره اللي انا كل شويه اكررها في كل حلقه، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن اياته ان خلق من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. هتركزوا على الموده والرحمه هتعيشوا سعداء. مفيش موده ورحمه وبقى في مصاريف ومشحنات والاولاد وهات فلوس وخد فلوس والكلام ده، مش هتعيشوا حياه سعيده. باختصار ده من الاخر. طبعا الحياه الزوجيه بتبقى حياه كلها ضغوط دلوقتي عشان الاولاد والمصاريف والدنيا ومش عارفه ايه، ومش حاسين ان في ازواج اساسا، مفيش حب اساسا بينهم، فبيروحوا يبداوا بقى في الخيانات الزوجيه والحاجات اللي بتحصل دي. فده طبعا غلط، لان احنا مش طبقنا الايه بتاعه الزواج اللي انا قلت عليها، ما طبقناش القران بتاع ربنا، فاحنا ماشيين مع الشيطان، ما خدناش كل حاجه من ربنا. مش بنعمل، انا مثلا بعامل زوجي حلو علشان خاطر ربنا، مش عشان خاطره اصلا. انا بعامل الشخص ده حلو وما بشتموش عشان خاطر ربنا، مش عشان هو واحد وحش بيعمل بلاوي، بس انا بعامله كويس عشان ربنا مش عشانه اساسا. انا مش عايزه حاجه منه، هو بقى يشتمني يقول لي كلام وحش عند ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عايزه جوزك يديك حب وسعاده، اديله حب. عايز مراتك تديك حب، اديها حب وسعادة. ادوا بعض حب، هتاخدوا الحب اللي انتوا عايزينه، هيروح لو انتوا هيجيلك لو انت اديت الناس. انا اديت الناس سعادة، هيجيلي سعادة من حيث لا احتسب من اي مكان. اديت الناس فلوس صدقات، هيجيلي فلوس من حيث لا احتسب. ده طبيعي، ده قانون كوني. فانتوا زي ما تكونوا انتوا عايزين جوزك يعاملك ازاي، انت عايزة جوزك يعاملك ازاي، اديه، طبطبي عليه، اديله رحمة. مش بتكلم ان الزوج بس هو اللي يطبطب على الزوجه، لا، والست برضو تطبطب على الراجل، بس احنا بنقول الرجال قوامون على النساء بما انفقوا، لان الرجال دي صفه قياده، صفه هو القائد، هو الشهم، هو اللي يطبطب الاول يبدا. بس مش معنى ذلك ان الزوجه ما تبداش، لا تبدا برضو، بس الرجل بيبقى ايه، حاجه كبيره. انت عارفه يا دودو، انا الصبح بفتح باب الشقه لقيت قدامه بوكس، بفتح البوكس لقيت كمامه بامبا ومرسوم عليها فراشات وشوكولاتايه وازازه كولور وازازه كحول. يا مني اللي بعت لي الهديه وبيعاكس لي كده، اعمل ايه اعمل ايه؟ قولي لي بقى، يعني حاجات بتجيلي على البيت لغايه عندي، الناس حاسه بيا وبتقدرني وتبعت لي اعجابات وهو بيسائل فيا. بصي بصي يا حبيبتي، انا قلت لك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ادي له حب يا بنوره، طبطبي عليه وعامليه كويس، هو يعاملك كويس. انا بعامله كويس والله، ومراعي ربنا فيه ومحافظه عليه وعلى نظافته الشخصيه. معانا اتصال تليفوني، استني يا بنوره، معانا مداخله تليفونيه من كابتن فريد الجزار. اهلا بيك يا كابتن. الو، حضرتك استاذه داليا وبرنامج جميل ومشاهدينك الكرام. اهلا بيك، ازاي حضرتك يا كابتن؟ الله يخليك. هنتكلم شويه كوره كده، نخش الاجواء الرياضيه. ايه رؤيتك في قرارات معالي الوزير الرياضه بالنسبه لعوده الدوري؟ والله قرارات وزير الرياضه تتبع برضه بعض الاجراءات الوقائيه والاحترازيه، بحيث ان طبعا ما حدش يصاب في الفتره المقبله اذا فعلا اتم او اذا اخذ خطوه بدايه الدوري.
لكنها خطوة برضو يعني صعبة جدا جدا جدا، لأن الأمور برضو خلينا واقعيين ومنطقيين، الأمور صعبة لحد ما، لكن طبعا الحياة الرياضية متوقفة تماما، وده أكل عيش ناس كتير جدا جدا. فبالتالي قرار اللي أخده مع الوزير بناء برضو مع اتحاد الكرة المصري واللجنة الخماسية، أقروا بعودة النشاط، ولكن وليس بدء النشاط، يعني عودة النشاط تدريجيا كده، تدريبات لحد ما الأمور تستقر ويبدأ الدنيا تخف شوية. إذا وقتها ممكن يبدأ بطولة الدوري المصري واستكمال المسابقة، لكن لو الأمور تخطت الإصابات الكتير أعتقد هيتم إلغاء البطولة برضو، زي ما سمعنا تصريح بالأمس قال إذا كانت الأعداد في تزايد فأعتقد إن ممكن يكون في إلغاء البطولة، ودي هتبقى يعني أعتقد ممكن ده يكون الأصلح والصح يعني في الفترة المقبلة. طيب رؤيتك في عودة الممتاز به؟ الممتاز ده بيمر بظروف صعبة جدا، الأندية بالأمس اقتنعت تماما وصوتت بإلغاء المسابقة، اجتماع اتحاد الكورة بالأمس قال لك خلاص احنا مش عايزين الدوري يرجع أو يعود، عشان الأمور صعبة جدا جدا، وكمان في مشكلة كبيرة الناس مش واخدة بالها منها، إن الأندية أفلست بمعنى مفيش دعاية، مفيش إعلانات، مفيش تسويق لاعبين، فبالتالي اللي إلا رئيس النادي أو مجلس الإدارة هيجيب للعيبة دي فلوس منين؟ دي مشكلة كبيرة محدش خد باله منها. حتى رئيس نادي دمنهور اللي هو متصدر مجموعة بحري واللي ممكن خلاص قاب قوسين أو أدنى من الصعود، قال لك مش عايز الدوري يتلعب خلاص، عشان الأمور صعبة جدا جدا ومحتاجة بعض الأمور المادية الكتير، وعارف هيكلت الأمور من جديد، ودي هتدي طبعا انطباع صعب جدا في عودة الدوري. ممكن تلاقي المتصدر النهارده كان في فورمة عالية، فجأة تلاقيه الثالث أو الرابع أو الخامس، مع برضه ممكن قلق شوية من بعض الإصابات اللي ممكن تيجي على اللعيبة، لمن يتحمل مسؤولية لاعب يصاب؟ احنا شايفين كتير قبل ما تاخد القرار ده لازم تحسبها مليون مرة عشان ما تدخلش في حسابات كتير. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين بعد العوده من الفاصل، ولسه هنكمل حديثنا عن الكوره مع الكابتن فريد الجزار. ايوه يا كابتن، الو. اي معاك يا فندم، معاك. قول لي بقى، انت كنت بتتكلم عن رؤيتك في عوده الدوري الممتاز به. الممتاز به، كنا بنتكلم عن الممتاز به، احنا قلنا الامور صعبه جدا جدا في اجتماع الامس، طبعا اقروا بالغاء الدوري او عدم اكمال البطوله، لان الانديه افلست بمعنى ان مفيش فلوس تدي اللعيبه العقود، فبالتالي هتكون صعبه جدا، اللعيبه دي عايزه فلوس، اللعيبه دي عايزه عقودها وده حقهم، لكن رئيس النادي هيجيب لهم منين؟ هتكون مشكله كبيره برضه، لازم يعني رئيس النادي دمنهور بالامس متصدر البطوله قال لك انا مش عايز الدوري يستكمل وده حقه. ثانيا برضه حته الاصابات الكتير اللي ممكن تاثر بشكل كبير او بشكل سلبي، لو اصيب حد لا قدر الله من اللاعبين الصوت تمام، فصعبة صعبة جدا، خلينا واقعيين، خلينا واقعيين برضه، وبنتكلم بالمنطقة الموضوعية شوية، الأمور صعبة جدا. طب بص يا كابتن، كابتن فريد اقف في حتة فيها شبكة عشان الصوت بيقطع. معاكي كده كويس؟ طيب ماشي تمام. بس فهي دي الأمور زي ما قلت لحضرتك، الموضوعية في اتخاذ القرار لازم تكون ليها حسابات، وحسابات خاصه جدا عشان لا قدر الله ما حدش يصاب والامور تمشي طبيعيه. طب الاختبارات بالنسبه للاختبارات الموسم ده ممكن يكون في اختبارات ولا صعب؟ لا صعب، اعتقد ان ما فيش اختبارات، ما فيش اي تجمعات، ما فيش اي تزاحم على القصه دي، ممكن يستعين ببعض اللعيبه القدامى او اللعيبه بتوع الموسم الماضي، ويبدا ان هو يعمل اختبارات لو حابب يعمل على فترات ويقسم مجموعات، النهارده 2001، النهارده 2002، النهارده 2005، 2006 وكده، ويعمل مجموعات يعني كل يوم حوالي 20 ولد، يسحب الاستماره ويروح 20، يبقى في نظام عمليه التباعد والشكل الاحترازي المطلوب، بحيث برضو نتفادى امور الاصابات الكتير جدا جدا اللي احنا شايفينها النهارده، وعمليه اللامبالاه وعدم الوعي الموجوده في الشارع المصري. إذا هيكون في حسابات أخرى لكل رئيس قطاع أو كل لجنة فنية في كل نادي.
تمام. طب قولي رسالة للشعب في ظل هذه الأزمة. والله انا بقول لك الشعب لازم يلتزم، لازم يقاوم هذا الفيروس، لازم يكون على قلب رجل واحد، لازم كل يكون عارف كويس جدا جدا ان المهنه دي مهنه كل المصريين وليست مهنه الحكومه او الاطباء او التمريض. شايفين ضغط كبير على الاطباء، شايفين انتقادات كثيره لوزيره الصحه من عندك. بشكر معالي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومه الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتوره المحترمه جدا جدا هاله زايد وزيره الصحه، اللي اتحدى اي حد في هذه الظروف ان هو يتولى حقيبه وزاره الصحه لانها صعبه جدا جدا جدا. وايضا الست بتعمل كل شيء، يعني اعتقد دلوقتي الوعي هو على الشعب، فلازم الشعب يتكاتف من اجل القضاء على هذا الفيروس. وايضا برضو منع الاسواق، عشان لازم اقولها الحته دي مهمه، وقصه منع الاسواق والغرباء والكلام ده، اذا كنت تختلف او تتفق في النهايه انت بتعمل لمصلحه بلدك، وبالتالي منع الغرباء ممكن لو انت حابب ان انت تنزل بعض الغرباء او تعمل القصه دي، لكن لازم يكون في ضوابط ولوائح وكمامه عشان تتفادى ايضا قصه الاصابات اللي داخل اي قريه ايا كانت. شايفين برضو حته منع الغرباء دي انتشرت بشكل كبير، وانا معاهم قلبا وقالبا، لكن برضو اكل العيش عشان ما نقطعش عيش حد. بنقول التزم بالكمامه والتزم بالتباعد، عدم التجمعات، يكون في بعد مثلا حوالي متر ونص، وبالتالي في كل المصالح الحكوميه انا بقول الكلام ده. ولازم الناس برضو لو مالكش حاجه للضروره، مالكش شغل، التزم في بيتك، الحفاظ على صحتك، صحه اولادك، صحه بيتك، وربنا يحفظنا جميعا. شكرا كابتن فريد، بشكرك. يا كابتن فريد، يا كابتن فريد، انا ليا طلب صغير عندك. اتفضل يا بنو. والنبي نزل لنا كل الازواج يلعبوا كوره بقى ويبعدوا عننا، خلبظوا وبقلظوا بقت حالتهم حاله. ماشي، هينزلهم. الستات كلها هتطفش من البيوت. هينزلهم. الحقونا الست المصريه الرياضيه تناشدكم. انزلوا العبوا كوره وخلصونا بقى، تعبنا. ابعدوا عننا شويه. شكرا. ان شاء الله هنشوف لك نادي وهنشوف لك نادي، وبرضه في كوره للسيدات برضه موجوده لو حابب ان انت تلعبي. لا ده احنا عايزين الرجاله اللي ينزلوا يا كابتن، مش السيدات. اصل الرجاله تعبونا، تعبوا بالنور. لا السيدات يا استاذ داليا برضه ليهم وضعهم، وبرضه فيهم نجوم كبار جدا جدا في كره القدم، مش معموله للرجاله بس، في سيدات موجودين. لازم يبقى في مساواه، حسوا بينا والنبي حسوا بينا. حاضر حاضر. ماشي يا كابتن، شكرا. شكرا يا كابتن، شكرا. كل سنه وانت طيب. بعد العودة والفاصل أعزائي المشاهدين، وهنعمل النهاردة الكبدة الإسكندراني مع بنورة الجميلة اللي هتساعدني. هي بقالها أسبوع منوراني في البيت صراحة، وكانت بتساعدني حلو قوي في المطبخ. تعالي يلا ساعديني يا بنورة. ولسه هاديك على اسكندرية قريب. أنا مش عارفة إزاي أصلا فانوس يسيبك، إزاي؟ ما أنا هروح البحر بقى وأغيظه بقى وأجيب الكمامات والألوانات والفراشات. طب تعالي شوفي طريقة الكبدة بقى. بص، هنجيب نص كيلو او كيلو كبده، كبده عاديه اهي، تبقى متقطعه شرايح صغيره، وهنحط عليهم ملح وفلفل زي ما انتم شايفين كده، وكمون، هي بتحب الكمون، وتتبليها في الثوم قبلها بيوم عشان تبقى ريحتها حلوه. بعد كده ادي الثوم اهو، راس ثوم مثلا حطها عليهم، وزيت. فصين ثوم على الريق بيظبط جهاز المناعه ويطير. ونحط الزيت عليهم ونشوح الكبده على النار. على فكره الكبده دي مفيده جدا جدا جدا، على فكره كلها حديد. وبصوا بقى نصيحه مني، يعني مفيش حد يغسل الكبده نهائي، الكبده بتبقى بدمها كده، دمها. مفيش حد بتحط عليها شويه خل، لو عشان الزفاره تحط عليها شويه خل الزفاره هتروح، لكن هي الدم بتاعها فيه فيتامينات عاليه جدا، فانت لو غسلتها بتروح من القيمه الغذائيه بتاعتها. ما احنا بقى عايزين نعلي جهاز المناعه. يعني الثوم على الريق ده، فصين الثوم يعني على الريق اكل ده صحي. حط فلفل اخضر عليها، ده حسب الرغبه، اللي عايز يحط فلفل اخضر يحط، اللي مش عايز خلاص ممكن فلفل الوان براحتك. يعني عايزين نعمل توعيه ونشره فنيه كده لتعليق جهاز المناعه. يعني احنا كده عملنا ايه؟ حطينا النص كيلو كبده، ملح، فلفل، كمون، ثوم، راس ثوم مبشور او يعني تدقوه او تفرموه، بعد كده الفلفل الاخضر عليهم. دي الكبده الاسكندراني، وهنعملها سندوتشات. طب انا عايزه اعرف
اللي سموها الكبده الاسكندراني ما سموهاش كبده المنوفي ولا مش عارفه. ما اعرفش ايه السبب بقى يا بنوره، ما اعرفش، ممكن يكون لها علاقه باسكندريه مثلا، ممكن او يمكن اول واحد مثلا عملها كان اسكندراني. الاسكندراني دول اصحاب مزاج في الاكل صراحه، شاطرين اكيد، شاطرين جدا. انا لما بحب اكل اكل سمك. معانا اتصال تليفوني من القاهره. الو الو سونيا. اهلا ساميه، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، منوره الدنيا. ربنا يخليك، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ست ساميه؟ ازيك يا ست الكل، منوره الدنيا. بنورك. كمامتك لونها ايه قولي لي؟ ايه الكمامه بتاعتك لونها ايه؟ لونها زرقاء. لونها زرقاء. دلوقتي احنا بنلبس الكمامات حسب اللبس، لبس اصفر أبدل تلبس اصفر، لبس احمر تلبس احمر. لا بس انا قاعده في البيت. تمام، بس لازم برضو تدلعي نفسك كده بكل الالوان. يعني انت حضرتك ما بتخرجيش تشتري اي طلبات ولا حاجه؟ لا انا بطلب دليفري عشان خاطر برضو ان انا ما برافو عليكي برافو عليكي برافو عليكي. في بنات شاطره بتعمل كمامات في البيت وبفصل. طب انت شايفه سؤال الحلقه؟ سؤال الحلقه ازاي تعيشي حياه زوجيه سعيده؟ حياه يعني سعيده بالحب والحنيه، مش الحياه اللي هي كلها مش حنات، يعني كعاطفه الواحده بتحب بالعطف والحنيه من الراجل، مش ان هو عاوزها لهدف معين او يستغلها لهدف معين. في بعض الرجاله كده. تمام. في بعض الرجاله كده ما بيرحموش الواحده ويهنوها ويبهدلوا فيها. انا ملقبه الرجاله بانهم كلاب. لا 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 لا، ما تمشي الرجاله ابدا، ما فيش حاجه اسمها كده حضرتك. انا الذكر والانثى ممكن الست تبقى وحشه، مش شرط اظلم الراجل، لا طبعا. ما نستغناش عنه، بقول ايه ولا اعداء بس ما نستغناش عنه. ما اقدرش اشتم اي راجل، انا عايزه الراجل ينفق عليا حب. انا اسفه وبعتذر نيابه عن ساميه، ان الرجاله محترمين جدا، في رجاله محترمين جدا جدا جدا، وفي ستات برضو محترمين، في ستات وحشه جدا جدا، وفي رجاله وحشه، لازم هو الكون كده. فانا عشان اخلي الراجل يعاملني كويس انا عامله كويس وهو هيعاملني كويس، مش انا اقول لا الرجاله وحشين. لا مش كلهم، لا مش كلهم، مش كلهم. وانت اللي تقدري باسلوبك تغيري الراجل معاكي على فكره، يعني انت باسلوبك. الست دي برضو ربنا اداها قدره رهيبه انها تقدر باسلوبها وطريقتها مع الراجل يتغير. انا بعتبر الراجل اصلا طفل صغير. يعني رحت فين يا سمسم؟ يا سمسيمو شغلها دخلت. الكبده اهي قربت تستوي. يا وادي يا اسكندراني، ما تحكي لي حكايه بقى يا بنوره وانت قاعده لي كده مش ليكي لازمه. بحضر للمصيف. مصيف ايه؟ احنا في كورونا، مصيف ايه؟ ايه اللي انت لابسته؟ تعالي وريني وريني. شميت ريحه الكبده الاسكندراني. ايه ده ايه ده الشريط؟ انت عامله ايه؟ قولي احكي لي. قولي لي، لا قولي لي ايه اللي حصل لك؟ مين اللي اتصل بيكي وقال لك كلام كده غريب؟ معجب، حد معجب بيا، شافني في البرنامج، هاتلي رسايل وحب وغرام وهواي وهدايا وبالذات. معانا حسين من اسماعيليه. الو حسين، معانا استاذ حسين من اسماعيليه. الو. هاتي حسين، هاتي حسين، تعالى يا حسين، يا حسين. استاذ حسين، يا كابتن حسين. استاذ حسين، يا استاذ حسين، شكله مرتبط كده، شكله مرتبط. طب الاتصال اتقطع ولا ايه؟ ده تصرح يا بنوره، اسكتي بقى، احنا بنعمل سندوتشات كده اهو. يا بنتي ارجعي الفانوس بقى، حرام عليكي، ده راجل كويس. فانوس رمضان، راجل ما بحصلش فانوس رمضان، راجل محترم. ده راجل محترم، بس انت المفتريه. بص انا ربطت راسي ازاي؟ انت المفتريه يا شيخه، من اعمالك طول النهار اعمل فيه ايه؟ الست البايظه دي يا جماعه، مش عارفه اولع فيه ولا اجيب ساطور واقطعه. معانا احمد، واحطه في اكياس. معانا استاذ احمد. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه السلام عليكم. اتفضل يا استاذ احمد. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك يا استاذ؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك، انا كل لما باجي اعمل بشاميل ما بتتظبطش معايا. ما بتتظبطش معاك ليه بقى؟ من ناحيه ايه؟ بتكلكع؟ اه. بص بقى هقول لك طريقه حلوه قوي للبشاميل، ركزوا معايا. تجيب الدقيق، انت بتحط عليها مثلا نص كوبايه دقيق، ماشي، وكوبايتين لبن، كلهم كده على بعض في الخلاط، تحطهم في الخلاط، تضربهم في الخلاط، ولا تتعب نفسك بقى على البوتاجاز تحط الدقيق زي زمان والسمنه والكلام ده، لا
تحط نص كوبايه دي وكوبايتين لبن في الخلاط، وتجيب طاسه او حله يكون فيها شويه سمنه او شويه زيت، وتروح حاططهم على بعض بمعلقه خشب وتقلب على طول، هيطلع البشاميل حلو معاك جدا. ولو لو تقل تزود لبن او مرقه، ولو البشاميل خفيف تزود شويه دقيق بايه، بميه مثلا او بلبن تحطهم عليه. ولو ما عرفتش تعمله، ايوه معانا استاذ حسين. الو، انا هعمله لك وابعته لك لغايه عندك يا استاذ حسين. عليكم السلام، ازيك يا استاذ حسين؟ تمام الحمد لله. هو قناه الصحه والجمال صح الساعه 12؟ اه تمام. طب بعد اذنك، انا كنت في ثالثه ثانوي وكان المفروض الشكاوى هيطلع، هو هيطلع ولا لا؟ ايه اللي هيطلع؟ اه البرنامج اللي بعدي ان شاء الله هيطلع، معلش هو بس اتاخر عشان الوقت. بالتوفيق بالتوفيق لجميع طلبه الثانويه العامه وان شاء الله خير. انا بعمل لكم كبده عشان تتغذوا، انتوا لازم تتغذوا الفتره دي جدا. اسمعي يا بنوره بقى، ما اتكلم شويه. ام حسين ده في ثانويه عامه يا ابني، ده في ثانويه عامه حبيبتي، انت بتعكسي واحد في ثانويه عامه. انا بعمل لكم كبده عشان تتقووا وتزود المناعه بتاعتكم، وربنا يسترها ان شاء الله وتنجحوا كلكم يا رب. وكتروا الفلفل والشطه، عشان انا النهارده هدلق الشطه عليها عشان اللي هياكل الكبده دي هيولع من جوه. الكبده قربت تستوي، لحظه واحده الكبده بتستوي. لا انت هتحطي فانوس سم، مش هتحطي له شطه كده بالمنظر اللي انت فيه ده. انا ما اعرفش، انا يعني انا عماله بقالي اسبوع انصحها، وانا بتاعه تنميه بشريه عماله انصح فيها، مفيش فايده. اسكندريه خلاص، انا رايحه اسكندريه. معانا مين؟ واسمع فين؟ اه هي نكديه فعلا بنوره دي، نكديه مش ممكن. اسكندريه انت تستاهلي ان فانوس يسيبك، انت مش طايقه نفسك اساسا. عشان كلهم بيتصلوا بيا وبيكلموني وانت لا. والله كلهم كل المشاهدين بيتصلوا يسالوا. بصي حبيبتي، بصي حبيبتي، انا اي حد بيتصل بيا بكلمه باحترام. قولي التوكه دي جايه منين؟ انت فاهمه؟ قولي الشرب ده جايباه منين؟ واللي يقول لك كمامتك بتفصليها عند مين؟ حد بيقول لك انت الاسئله دي؟ ما هم بيقولوا لي وانا اقفل في وشهم السكة على طول. وانا هو انا بديهم مجال للكلام زيك؟ حد قال لك الكمامه بتاعتك دي انا ايه؟ اشتريتيها منين؟ طب يا اختي انت عسل جميله. انا رايحه اسكندريه. ماشي، انا رايحه اسكندريه. مع مين رايحه؟ مع مين رايحه؟ مع مين؟ اسمع فيروز واقعد على البحر كده في العجمي. والله لا جايبه فانوس يلمك يا بنوره، والله لا مكلمه فانوس النهارده خليه يلمك. انا مدهول على عينه. تخلعي؟ كان مدهول على عينه، هخلعه وبهدله في المحاكم. اخد السنين. انت عايزه تلمي يا بنوره، وانا اللي هلمك بقى. دخول الملوخيه والباميه الوكه اللي كنت بعملها له في رمضان ليه هو واصحابه. طيب احنا خلصنا الكبده اهو يا جماعه، هنطلعها. هنطلع بقى الكبده بعد ما خلصت. الحمد لله الحمد لله اهي جميله كده وجميله. ممكن نعملها سندوتشات، ممكن نقدمها كده براحتك بقى، يعني انت عايز تاكلها باي شكل براحتك. انا ممكن اعمل سندوتشات سريعه. ريمشي عين اللي جرحني، ريمشي. مش عارفه اعمل سندوتشات يا جماعه. ريمشي عين اللي، استنى عشان احنا الوقت بتاعنا خلاص قرب يخلص، فاحنا نحط كده شويه كبده كده. ممكن بقى ايه تحطه في الساندوتش طحينه قبل ما ايه ما تحط الكبده، بيبقى طعمها جميل جدا بالطحينه، او بقى كاتشب مايونيز اللي انت عايزه يعني. ايه رايك بقى في الاكله الجميله دي؟ مش بطاله عشان تاكلي بقى وتدعي لي. انا باكل، انا طول النهار باكل في نفسي. انت هتاكلي سندوتشات وتدعي لي؟ طول النهار باكل في نفسي من غير اي حاجه يدوب. انت واضح ان انت الشيطان مسيطر على دماغك خالص. انا امراه عصريه، امراه عصريه. خليكي زي كده من كوكب اخر وانت تعيشي حياتك زي الفل. كوكب اخر؟ اه كل الاحمر والاخضر والاصفر اللي انا لابساه ده وتقولي لي كوكب اخر. ادي السندوتشات وبالهنا والشفا. الوقت خلص للاسف، فانا هختم معاكم دلوقتي. الى اللقاء اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر.